مرحبا، معكم فهد عن فئة الرياضة. قيس من سوريا عم يسألني إذا بحب شاهد مسرح أو السينما وإذا بحلم إنه يصير ممثل. هلا أنا بحب أحضر السينما، المسرح ما إلي كتير فيه، بحب شاهد أفلام السينما. وبالنسبة إنه إذا بحلم أصير ممثل ما كتير يعني بشوف حالي بهالمجال، بس أنتوا خبروني، أعطوني رأيكم، ممكن أنفع أصير ممثل ولا لا؟ ما تنسوا تتابعوا فيديوهاتي على اليوتيوب، لأن كل مشاهدة زيادة بتزيد فرصة نجاحي بالبرنامج. التاسك تبعتي هالمرة أبدا ما حبيتها. ما تبالغ لا بحركات عيونك ولا بتمك ولا بوجهك. اللي ما حبيته إنه قلت إنه أنا أصلي وإذا بدكم تصلوا، لا لا لا، أنتوا لازم تصلوا. جمال عطاكي الله وجه مقبول جدا، يعني إنه واحد يتطلع فيه ويفهم كل شيء. بفئة رياضة، فهد مهمتك هي شركة مكملات غذائية طلبت منك فيديو تتحدث فيه عن شد الزنود عند السيدات. بحب وعي الناس انه عن هالمواضيع، انه ما يلجأوا للحلول السهلة مثل يروحوا يعملوا عمليات شد او قصص، انه فيهم بالرياضة يشدوا ويضبطوا جسمهم، فكتير حبيت المهمة. يعطيك العافية كوتش. أهلاً أهلاً أخيراً شيء أهم شيء أنك بعدك موجود موجود للأخير، ولا يهمك، أقوى فئة للرياضة. أيوة تي يعطيك، تكون دائماً متحمس. أوكي نحكي عن هالمهمة. أول شيء لازم أنت تبعد عن البنات الأغلبية منهم موضوع الخوف. أنا هيك فكرت فيها، أنه في بنات صار فيهم خوفنا شيء اسمه ترك ما يروح بالضبط إلا بعمليات مثل او شد الزنود، كله بعمليه. هاي الفكره، هاي الفكره عندي اياها، مقصد التمارين الخاصه بالزنود اكيد بتشد، ومجرد انها تروح هاي نسبه الدهون اللي موجوده بالزنود اكيد بتشد. هلا بهالفتره صرت بحاجه اكثر لحتى افكار ويعطيني نصائح، عشان صرنا التحدي صار كثير قوي. يعني المفروض انت تقول خطوات، تديهم خطوات. اذا انت تلعب حديد شيلي اوزان اكثر من 3 كيلو، يعني كيلوين 3 كيلو لا، لان اصلا تمارين المقاومه معتمده على الجسم انك تقاوم الشيء، يعني انك ترفع وزن كل ما حسيت انه صار عليك سهل. لازم تنوع تمارين الزنود، ما تضل على تمرين واحد. في البعض يفكر ان انا بس بعمل تمرين ترايسبس او اوفر هيد معناته خلاص هو هالتمرين. لا لازم الواحد ينوع، يعني اصلا هذا الكلام مش صحيح. تمام، لا واضح الموضوع حلو وواضح وراح وصله بطريقه يعني حلوه، وفهمني عن كل هالاشياء. شكرا كثير، شكرا كثير لك، ولا يهمك. واتمنى اشوفك بعد بالسكايب. لا مطولين مطولين، رح تشوفني كثير، رح تزهق مني. حبيبي ما لا 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 انا بضل بستانس معك حبيبي. حبيبي يا كوتش على راسي، يعطيك الف عافية. يلا يلا مع السلامة. الله يعافيك، مع السلامة.
من بعد ما خلصت السكايب مع المستشار اللي إلي وضحت الفكرة أكثر. كانت عندي الفكرة بس كانت ناقصة شوي، بدي حدا يكمل لي إياها، فخلصت من عنده وصار عندي الفكرة إنه بلش نفذها. شو رأيك كان بآخر تعليقات اللي قدموا لك إياها للفيديو؟ كثير مبسوط أنا بالتعليقات اللي عطوني إياها، عشان قبل عطوني ملاحظات وشافوني عم بتطور وقدروا هذا الشيء، يعني قالوا لي انت عم تتطور عم تقدم شيء منيح وعطوني علامات عاليه. حبيت ان انت كلامك بقى اهدى فاوضح، فبقيت بفهم اكتر انت بتقول ايه، ففيديو لطيف خفيف ووصل المعلومه بطريقه حلوه. حسيت كاني قاعده اشوف دعايه في شهر رمضان، which is مره حلو، حسيت كذا بخشوع. اللي ما حبيته انه قلت انه انا اصلي واذا بدكم تصلوا، لا 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 انتوا لازم تصلوا. وغالبيه الملاحظات كانت ايجابيه، عجب من الفيديو، عم قال لي استاذ توني انه عم تعمل انت شيء كرياتيف، عم تفكر بافكار حلوه، فحبوا هذا الشيء وهن يعطوني صراحه دافع. عشان استاذ توني قال لي قبل انه نحن عارفين انه عندك شيء تقدمه، عندك شيء، فعشان هيك رح نعطيك فرصه، عشان قبل كنت عم باخذ علامات مش منيحه. صحيح، فهذا الشيء اعطاني دافع انه فرجيهم عن جد عندي شيء اقدمه، وهذا اللي صار. اشتغلت حالي اكثر، اخذت بعين الاعتبار الملاحظات اللي اعطوني اياها وفهمت انه شو بدهم وبالضبط شو حابين يشوفوا، ومثل ما قلت لك كثير مبسوط يعني بالاراء. يا سلام يا سلام يا سلام، شو عندك حكي كثير حلو والله عن جد، يعني اذا هيك شعورك فهذا الشيء حلو بفيدك لبعدين ولهلا ولايمت ما كان. اكيد اكيد، يعني تقبل الراي وتقبل النصيحه، وخصوصا انه لما اشتغلت عليها يعني لاحظنا الفرق. بالضبط، عشان في ناس عم تاخذ انتقادات او ملاحظات لجنه الحكم كشكل سلبي، وهذا الشيء غلط، راح ياثر عليهم، ما عم يعملوا منيح، بالعكس هم عم يحكوا وعم يعطونا الملاحظات لمصلحتنا حتى نشتغل اكثر على حالنا، فلازم دائما ما ياخذ الواحد انه بشكل سلبي. اخر شيء كان تعليق الاستاذ توني على صياغه الجمله تبعيه الصلاه، لما بتقول لا تهملوا الصلاه لانه الصلاه فيها رياضه. هيدي انا ما قبلتها بصراحه، يعني كانك عم بتقلنا روحوا انه ما تهملوا الصلاه لا تزبطوا جسمكم. مزبوط، عشان انا فكرت فيها كثير وما عرفت شو بدي، يعني عشان هي موضوع حساس الصلاه، فكتير انتبهت عن شو بدي احكي، يعني عرفت كيف؟ لا عن جد يعني بصراحه حتى على حكي الجميع، يعني بيقولوا انه انت من الاشخاص اللي عن جد تحسنوا، اللي عن جد لما اخذوا النصائح استفادوا فيها. بالضبط بالضبط، حطوهم بعين الاعتبار، وهذا الشيء كثير منيح لإلك قبل ما يكون لأي حدا تاني، يعني اكيد عرفت أكيد كيف أكيد. هذا الشيء منيح انت كاكسبيرينس، انت عندك كمان كثير فولورز، يعني هلا بتصير كمان تدارك كثير اشياء كنت تعمله. هذا الشيء اللي حطيته ببالي انه بدي فرجي عشان الناس اللي بيعرفوني قبل بيعرفوا انه بيقدروا الشيء اللي بقدمه من نصائح بتفيدهم بحياتهم، فبدي فرجيهم كمان بالبرنامج نفس الشيء كنا ماشي على نفس المستوى، يعني ما بخاف عليك والله حبيبي حبيبي، وانت بوجودك كمان بتعطينا اكثر. حبيب القلب. بفئة جمال، فرح مهمتك هي، ماركة كريمات واقية من الشمس طلبت منك فيديو بتقدمي فيه نصايح للمحافظة على نظارة الوجه. تاسك تبعتي هاي المرة أبداً ما حبيتها، بالذات أنا هلأ مفروض أنه أرجع أرفع علاماتي، حسيت أنه لأ هذا الشيء ما رح يساعدني أبداً. هاي سادة. هاي شيرين، شو الحلاوة؟ حبيبت عيوني، كيفك؟ منيحة الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. فرح، بما أنه ماركة كريمات وقاية من الشمس هي اللي طالبت هذا الفيديو، تحكي بأول الفيديو عن كثرة التعرض للشمس قدي مضرة خاصة للوجه، قدي بتأدي لأضرار بخلايا البشرة، قدي مهم أنه تحط بروتكشن أو إكرام، فيك تحكي بعدين عن ضرورة الاهتمام بنظافة الوجه، قد ايه مهم مثلا انه وحدة تنظف وجهها قبل ما تنام، ظهري صمود من جسمك تشربي كثير مي، في كثير افكار عن when it comes to بشرة، يعني especially على الوجه. يعني اهم شيء انه انت رح تصوري حالك انت عم تعملي الفيديو، اكيد هالشيء كيف لحتى العالم يفهموا انت شو الستبس اللي بدك تفرجيهم وتبرهنيهم، والمهم انه ما تاخذي كل الصور بلقطات بمحل واحد. طيب اوكي، رح اعمل هدول الاشياء.
يلا جود لك. شكرا. ويكند دو. ثانك يو ثانك يو. باي. اخترت من بين جميع النصائح انه اعطي 5 نصائح لحتى يصعب الفيديو لمدة دقيقة. راح احكي عن هدول 5 نصائح وكل نصيحة راح بكون بمثلها وراح اجمعهم على بعض وبختمهم بوقع الشمس. استاذ توني دائما بتغزل فيك للاخير يعني. انت عم تشتغلي باشياء لها علاقة بالجمال وبالبيوتي وبهيدي الامور، لأنتي منك بحاجة تعملي مجهود كتير إلا أنك تقعدي قدام الكاميرا وتشتغلي على جمال عطاكي الله ووجه مقبول جدا، يعني إنه واحد يتطلع فيه ويفهم كل شيء. هلا أكيد أنا مبسوطني إنه أي كلمة حلوة بتيجي من توني وهيك، بس أكيد بنفس الوقت يعني ما حدا فيه يعتمد على الشكل، لأنه بالآخر هو المهم المضمون والمهم إني بوصل الفكرة بتفيد الناس. صحيح. غادة كانت عم بتقول آخر شيء إنه يمكن كان بدأ إذا بتشوف منك إنه النتيجة الأخيرة أو هيك. الفيديو أنا حباه وتشدت له لغاية آخر الفيديو جبت لي إحباط لأني ما شفتش النتيجة. شو رأيك في هالشيء؟ هلا اللي غدا قالت لي إياه وبرضه كان نفس تعليق وعاد، هم معهم حق فيه. حلوين الأشياء اللي قلتي عليهم هذول المثلث، أنا الحين بعد التصوير بدي أروح أجربه. لأنه ما بعمله شيء يعني. بس اللي شغلة واحدة اللي ما عجبتني إنه أنت قلتي كل الأشياء هذه، يعني لو سويتي لنا شيء جديد مثلا في النهاية إنه صورة مثل الستار، صور 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 ورا بعض وعلى الروج على الروج، كان حسستينا إنه إحنا حنصير ستار كذا. فهذا الانتقاد أكيد حاخده بعين الاعتبار، إنه بآخر التوتوريال أنا بطلع بالكاميرا وبتبسم. هم كانوا بدهم إنه يبين هيك صورة واضحة، إنه زي كيف البيفور أند آفتر، بين صورة واضحة إنه شو النتيجة النهائية. فهذا الإشي يعني راح أحطه بالفيديوهات الجاي. راح تاخديه بعين الاعتبار. أكيد. حلو. وأكيد راح تحافظي على نفس المرتبة اللي أنت أز توتال يعني عم بحكي. يعني بتمنى صراحة هلا لأنه هلا رجعنا بلشنا من أول وجديد، وبلشت بتاسك أنا يعني مش حبيتها، فبنحاول قد ما بنقدر. حاولي يعني عن جد، لأنه أنت بيطلع معي كتير أشياء حلوة، فإذا بدك تحافظي عليها هلا أصعب بتكون إنك توصل. بالحلقة الماضية ما كنت الأولى يعني مثل العادي، فشو رح تعملي هلا لحتى تضلي محافظة على المرتبة الأولى؟ هلا إشي طبيعي إنه مش كل مرة رح أطلع أول حدا، لأنه برضو الفيديو زوات مثلاً عم بطلع أنا أحسن من الناس، ناس عم بطلع الفيديو أحلى منهم، هذا الشيء طبيعي. أكيد بآخر مرحلة بتمنى إني أفوز أطلع الأولى، بس هلا بهاي المرحلة إنه رح يضل في دائماً تفاوت حسب التاسك، حسب الأوقات بتكون في عوامل بتساعد بفيديو عوامل ما بتساعد، فرح يكون في تاسكس أحسن من تاسك، وإن شاء الله يعني بيجي شيء منيح هلا. بالتوفيق. شكراً. بفئة كوميديا عماد مهمتك هي ماركت أدوات تنظيف منزلية، طلبت منك فيديو عن رجل عم بيقوم بتنظيف المنزل خلال سفر زوجته. دي من أحلى المهمات اللي جات لي. أنا قلما بكون راضي عن المهمة أو بحس إن هي فيها تحدي كبير، المرة دي بحس إن هي حلوة ويعني متوافقة مع الحاجات اللي أنا بحب أطرحها في الفيديوهات حتى قبل ما أشترك في البرنامج. السلام عليكم. ازيك يا مكاوي؟ مكاوي يا عمدز، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ تمام. انا التاسك النهاردة تبدو انها سهلة، بس انا عايز اتناولها بشكل جديد. اوكي. يعني مراتي، انا صورت طبعا مشاهد من الفيديو ده، جبت واحدة من المشتركين اللي معانا اسمها دينا سكر، خليتها تعمل دور مراتي وخليتها تشيل الشنطة كده وقال يعني مسافرة. وانا هعمل حفلة. ده بجد في الفيديو هعمل فكرة ان انا هعمل حفلة في البيت، هبهدل بيها الدنيا في البيت، يعني هيبقى يعني عليه وطية يعني زي ما بيقولوا، وهستخدم ادوات التنظيف بقى ان انا انظف بقى البيت. بس عايزك تقولي بلوت تويست حلوة احطها في اخر الفيديو. حاسس ان في اخر الفيديو ممكن خلاص انت نظفت كل حاجة بقى، وهي بس اللي هو انت نظفت في اخر حاجة وهي داخلة من باب البيت مثلا راجعة،
انت متشحر خالص اول ما شفتها يعني قبل ما مثلا مراتك راجعه من السفر بقى فانت المفروض مثلا هتحضنه بعد قبل ما انت جاي تحضنها انت وقعت في الارض خلاص انت توفيت شكرا يعني اخلي دي النهايه مثلا المشكلة 60 ثانية ما بيدونيش فرصة خالص ان انا اعمل اي حاجة بتبقى قليلة جدا الفيديو ده على الحاجات اللي انت حاططها فيها انا بقول لك فعلا هو صعب او 60 ثانية بس عادي هنقدر نعملها وهتقدر تعملها في الاديت بتاعك اللي انت وانتوا بتنضفوا مثلا هتعمل فورورد هتسرع اكتر فالناس تبقى بتجري او انت بتجري خلاص انا متشكر جدا يا مكاوي وبجد ببقى مبسوط قوي بالمكالمه دي واشوفك ان شاء الله المره الجايه اقول لك يكون في شغل تمام يعني حصل يعني ان شاء الله الله يخليك يلا مع السلامه السلام عليكم ساعات انا ببقى كاتب الفكره وشاكك فيها شاكك ان هي تكون ببقى خايف ان هي تبقى دمها تقيل فهو بلاقيه ان هو بيقول لا دي حلوه وبلاقيه بيضحك يعني خلاص طالما انا قدرت اضحك كوميديان هو اصلا كوميديان فطالما قدرت اضحك واحد كوميديان اصلا فما بالك بالناس العاديه يعني. سعماد ايه الاخبار ازيك تمام شو رايك اخر شيء انه لما قالوا انه شوي كان الفيديو مبالغ فيه بالضحك او هيك انا ما ادري احس انه ما يعني ما بقي احد في العالم اكيد الناس طبقات بس ما بقي احد في العالم ما يعرف انه الاوتيل كذا يمكن الناس ما دخلوا الاوتيل بس مو لهالدرجه بس هو طبعا لانه شيء كوميدي اكيد ضحكنا المبالغه الكوميديه حلوه ووصلت الفكره بس بعدك عم بتبالغ فوق المبالغه يعني الانتقاد اللي اعطيتك اياه المره الماضيه انه ما تبالغ لا بحركات عيونك ولا بتمك ولا بوجهك يعني ما تشربنا اياها بالملعقه فهمناها كان نفسي بصراحه يعني اعرف ايه الحاجه موحده عشان اقدر على اساسها ان انا احسن واجود من الفيديو بس ان الاراء تبقى متضاربه ده ما بيتحليش فرصه ان انا اعرف اجود براحتي يعني. ممكن تاخذ من كل بستان زهره مثلا تدارك تعليق تبع الصوت غادة التلي قالت لك انه صوتك كان جدي اكثر من انه كفيلم كوميدي بقى الفيديو دمه خفيف لذيذ بس انا ما حبيتش نبره صوتك حسيتها مش ماشيه مع الاداء صح ما انا بحبش الحد اللي هو يغير تون صوته عشان يضحك اللي قدامه انا بحب الحاجه تبقى طبيعيه يعني شوف احمد حلمي مثلا او اي حد من الممثلين الكوميديانز المشهورين جدا انا ما اعرفش بعمل كده الكوميديانات المشهورين جدا بيعتمدوا دلوقتي ليهم مدرسه البساطه يعني يقول الكلام عادي جدا والناس تضحك على الموقف وعلى بتاع انا طبعا عشان مش عارف ما عنديش لوكيشن ما عنديش حاجات تقدر تساعدني بس ما بحبش ان انا ازق جامد الحاجات يعني ما بحبش ان انا افور قوي في الكلام واضحك الناس بالعافيه اتمنى انه دائما هيك تضل على نفس الريتم الكوميدي يعني الحلو كتير يا ريت بس انا نفسي انوع بقى نفسي اتطور نفسي بقى الادوات اللي البرنامج بتديها لي نفسي تتغير بقى المزيكا تبقى في مزيكا تانية اقدر احطها لوكيشنات تانية مختلفة يعني عشان انا حاسس ان انا ليميتد قوي ومحدود فيا ريت يبقى قدامي فرصة ان انا اعمل حاجات مختلفة يعني ان شاء الله يا رب اتمنى لك كل التوفيق الله يخليك يا طارق اوه منيحة أنا أوجه نصيحة لنسرين يعني مع أنه هذا مو مجالي بس أنه أنا برضو أم وأطبخ شوية تطلع عن موضوع أنه أنا قاعدة اليوم أطبخ مدري إيش تسوي لنا فكرة ما أدري إيش هي بس تعمل فكرة شوية ما تحسسنا أنه إحنا نفس الفيديوهات